الدورة ما كيفاش دونا يا الدورة ما كيفاش اكادير انا كنتوجه مع الاصدقاء ديالنا على صوره لكم واحد الفيديو كما العاده وجولنا نشكروا على الاثمنه والسيد عبد المجيد الحمد لله اليوم راه كاينه فيه جديده ان شاء الله اللهم غادي نتسنى هذيك واحد التحيه لخويا عادل بلوغ وخويا عثمان خويا الياس من هنا من اكادير طازه ونهاركم بخير وحنا كما كتشاهدوا راه كنصروا مع الاخوانين الاخوانين راه اجل عورك وما تنساوناش كما العاده اللي شاف الفيديو يدير واحد لايك وكومنت السلام عليكم. By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. اللهم بارك كما كتلاحظوا معنا هنا عندهم احد المتبعين ديال القناه الشباب ديال سوق الحد المولعين هنا في سوق. قول لي الاسم ديالكم. علي. علي وانت محمد امين مرحبا بكم هنا في سوق الحد. ديما كتجيو هنا السوق ياك؟ دائما. راهم هادو راه احد المتبعين ديالنا وهادو ان شاء الله راه غادي يشاركوا معنا مره اخرى في المسابقه الاسبوع المقبل. ان شاء الله. كنطلبوا منهم الحضور والتشجيع وكما العاده كما كنقولوا عيش. عيش ادرويش. عيش ادرويش. عيش يلا مرة أخرى السلام عليكم دير واحد التحية للمتابعين شي كلمة هي للمتابعين ديال القناة ديالنا قول هضر حنا حشمتو ديروا ابوني وشاركوا معنا ودعموا القناة وحنا راه الحمد لله راه معكم ديما هنا غادي هانتوما حنا المشكل حنا دابا معكم غادي نحفزكم ونتعاونوا معكم باش تولعوا معنا نفس الشوط وتحية للجميع والسلام الشوط المقنين انتم الاخوان اللهم بارك بياسات في المستنقين هاد البياسة راه فيهم الكرة والمتيوات هادو غنشوفو وليدات ديال العام بالنسبة للثمن هادو شحال هما؟ الكرة 150 درهم ونتاوي 75 هانتوما الاخوان كما كتشوفو البياسات اللهم بارك اش من مرقد هادو؟ إيمو الزار إيمو الزار يلا الناس الشق ديالي كيداو ثاني هانتوما إيمو الزار اللهم بارك هنا التليفون ديالك ولا اللي بغا يتواصل معاك على السوق مباشرة 06 10 11 77 56 الله يسر لك اللهم الله أنا عشاق طائرة أم قنينة أنتم الإخوان شي بيسات هنا اللهم بارك أنتم الإخوان فيهم باقي القرع هذا القرع الآخرين اللي باقي في الغابة ياك اللهم بالنسبة للثمن ديال هاد النصاصين شحال دايرين 120 درهم الإخوان أنتم كيمشوا بالنسبة لذاك القرية بحال بحال حتى هو 120 كما كتسمع شحال تقريبا عندهم هادو شهر اللي عندهم اللهم بارك الاخوان سمعتو مول الشيء السلعه اش كيقول شي حاجه تبغي شي حاجه في الدار شي سلعه في الدار ولا والو الله باقي اللي خصو شي حاجه تواصل معاك عطينا التليفون ولا قول لنا 06 55 51 87 الله يسر لك الامور اللي خصو شي حاجه راه يتواصل معاك انا الاخوه اللهم بارك كما كتشوفوا الشاق ديال الطيور
زين انتم كما كتلاحظوا هنا معنا واحد ذكر ديال الروزيلا ياك سير دو ذكير هذاك اللهم بارك انتم كما سمعتوا راه ذكر. وبالنسبه للثمن ديالو شحال وصل هذا؟ كيدير 2000 درهم. شحال؟ 2000 درهم. طيب مفرخ انتم الاخوان كما كتسمعوا الثمن ديالو 2000 درهم اللهم بارك. اما بالنسبه لهاد لي كروبي هنا اش هادي كوبلا؟ كوبلا 1500 درهم. وانتوا مدريسيه الاخوان انتم الناس اللي كتسول هاد الدريسه جاهم الاخوان. انا السي عبد الرحيم الى باقي كنتي كتقلب على ياسا مدريسيه هي اللهم بارك. وبالنسبه للثمن ديالها شحال؟ 700 درهم الاخوان اللهم بارك كما كتسمعوا. بالنسبه للي كاكاريكي هنا شحال دايرين هادو كوبلات بجوج ياك؟ جوج كوبلات الاخوان كما كتسمعوا 1300 درهم الكوبلا اللهم بارك انتم الاخوان كما كتشوفوا السلعه دخلت السوق كما كتشوفوا الناس اللي كتسول على الطيور الكبار ها هما هنا طيور الزينه العشاق. بالنسبه للكوبلات راه 1300 الله يسر المولاهم. اما هنا بالنسبه لهاد البياسات ديال البينو 750 درهم البياسه البياسه الاخوان كما هادوك. بالنسبه للاخرين دوك 19 جوج نتوات كبار هنا الاخوان هذيك بيرلي 400 درهم البياسه الاخوان اللهم بارك. كما كتشوف البياسات راه نقيين في المستوى ديالهم الله يسر لهم ريا هما كما كتشوفوا هنا. بالنسبه ل 19 شحال هو الثمن؟ انا الاخوان كما كتشاهدوا هنا معنا اللهم بارك هو البياس ديالو شحال الثمن ديال هذا؟ 350 درهم الله يسر لهم. اما بالنسبه لهاد البياسات هادو هنا 250 درهم انتم كما كتشوفوا الاخوان هنا اللي راسني كاين هنا كاين 19 وبان لي هنا لي زابيل ياك انتم الاخوان الثمن ديالهم 350 درهم الله يسر الامور. حتى شي حاجه راه يتواصل مع الاخ وراه يعطينا النمره ديالو. وبالنسبه لي تورتوري شحال باقي وصل؟ الكوبلا الكوبلا اللي في البيض 400 درهم الزويجه هذيك ياك. وبالنسبه للقوين 150 درهم الكوبلا الاخوان كما كتسمعوا الله يسر الامور اللهم بارك انتم عشاق الفيشر هنا. بالنسبه لهذه الكوبلا هنا الاخر ضياك 400 درهم الاخوان كما كتسمعوا راه انتم كما كتشاهدوا معنا البياسه اللهم بارك. بالنسبه لهذا اللي عندك هنا السير دون بحال بحال 400 درهم الكوبلا وداك الشنبر ديال الروز هذاك ياك شحال الثمن ديالو شحال وصل؟ 150 انتم كما سمعتوا الاخوان الثمن ديالو 150 درهم اللهم بارك. وبالنسبه لهنا هاد البنقل هنا شحال وقت باقي واصل؟ 50 درهم الاخوان كما كتسمعوا الله يسر الامور انتم عشاق البنقل الضائفه مزيان انتم كما كتشوفوا البياسات هنا في المستوى الله يسر الامور. بلاتي عطينا التليفون السير دور 06 30 86 26 80 الله يسر الامور الله يسر شاجر يتواصل معك السير دور الله يسر لك الامور. الاخوة اللهم بارك عشاق القطط انتم كما كتشاهدوا معنا شي بياسات هنا ديال السيامو اللهم بارك. ولي سي محمد شحال عمرهم هادو تقريبا؟ 3 شهور انتم الاخوة اللهم بارك كما كتشوفوا 3 شهور اللي في عمرهم. بالنسبة للناس اللي كتسول على القطط عشاق هادو البياسات ديال اللي بيكسب شي مش هما هنا. وبالنسبة للثمن شحال كتقول؟ 500 درهم الاخوان نعم اللي بغاهم كاملين نصيبو معاه. وبالنسبة كيما سمعتو اللي بغاهم كاملين راه يتصاوب مع الناس اللي عندهم محلات بتعاود فيهم البيع الله يسر الامور. الثمن راه 500 درهم حبه واللي بغاهم جملة راه منو الخاص. عطينا الهاتف ديالك 06 58 82 30 30 الله يسر لك الامور اسيدي الله يسر الامور. حتى شي حاجة راه يتواصل معاك على الخاص. الله يحفظك اود السير اسي بارك الله فيك. انتم الاخوه اللهم بارك عشاق الباضه انتم طائر الجاوة انتم كما كتشاهدوا كياسات مستوى اللهم بارك. شحال الثمن ديال هذا سي محمد؟ بالنسبه ل 800 درهم سي محمد ياك فيهم الكوره وانت كل شيء مخلط كوبلات هذو ولا خصك شي حاجه راه غادي تقاد معاك في الثمن ياك كما سمعتوا الاخوه اللهم بارك. عطينا التليفون ديال بزمانة. انا الاخوان مول السلعه 06 70 24 00 04 الله يسر لك. خصك شي حاجه راه يتواصل معك السي محمد وعيش عيش الدرويش عفاك. اما الاخوان اللهم بارك عشاق طائر الكروان اللي كالوبسيف كما كنسميو حنا حاليا عندنا هنا هما جوج شنابره ولاد العام اللهم بارك. بالنسبه لعمرهم شحال يكون تقريبا عندهم؟
والله ما عرفتيش شحال تقريبا. المهم بالنسبه ماشي مشكل، بالنسبه للثمن نعم ديال الحيره انا ما كنت ماشي مشكل. الله يسهل، الله يسهل عليك اخويا. داكشي اللي كان معقول هو داك بنادم يكون صريح لا عندك في البيع ديالك. لا لا لا. وبالنسبه للثمن شحال كتقول؟ عطوني 50 درهم. 500 درهم في كلشي، لا المونديال ولا الكالو بسيط. وانت شحال كطلب؟ كاين 90 وكاين 2 سعود ديال الشمفراخ. كاينه كوبلا د المونديال مفراخ ديالها وكوجوج هادو. المهم تا اللي هادو بجوج اي لا قلت لك لي كوبلا د المونديال سعود البياسات تما. وبالنسبه للثمن انت شحال كطلب؟ قول الله قول لي انت وعطيني التليفون ديالك. انت دابا حنا في السوق ما بعدي في السوق حنا نتواصلوا معاك الخوت. قلنا الا جابتي 60 الف فرانك 600 درهم كما سمعت الاخوان. لا انت الا باقي في السوق جاب الله هو هذاك ما جاب الله راه عطينا التليفون ديالك يتصل بك شي واحد. عندك التليفون؟ لا عطيني النمره. دخلها الله يرحمها ديك راه ما النمره ديالك انا ماش زيدها فواد. بالنسبه للتليفون ديالو، التليفون ديالو 076 0 2 0 2 0 2 0 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
جنب اللهم بارك. شنو غادي اخوان هنا معنا شي بياسات اللهم بارك، بياسات مقيين في المستوى ديالهم. بالنسبه للثمن اللي هنا شحال عندك هنا؟ ما كتبانش 150 درهم اللهم بارك. كما سمعت لي اخوان الثمن راه 150 درهم. هنا البياسه ديال الاخ، البياسه ديال الاخ في المستوى ديالهم كما كتلاحظوا معنا. وبالنسبه للفول بادي راه كيقول فيها السيد 100 درهم هنا اللهم بارك. الناس راه كتعز الثمن ديال الطيور ديالها، ما كانش ديك القضيه ديال راه الهوته ولا الهوته ما كايناش في السوق. اللي بغى الهوته يمشي يزرعها كما سمعت الاخوان. بالنسبه للاثمنه هنا وبالنسبه للكالوبسيت هنا راه كاين كيقول فيهم 250 درهم الله يستر لهم. هانتوما كما كتشوفوا راه اللوطينو حتى هو 250. البايد هنا اللهم بارك، فاس بلونش هانتوما، فاس بلونش حتى هو 250 درهم. هانتوما الاخوان راه اثمنه في المتناول ديال الاخوان الجميع كما كتشوفوا هما البياسات الثمن ديالهم اللهم بارك. وبالنسبه لهنا البيروش هنا راه سبانغ اللهم بارك 50 درهم الاخوان كما كيقول لنا الاخ هنا اللهم، والباقي راه 40 درهم الله يسر الامور. انتم كما كتشاهدوا البياسات مستوى لطيف اللهم بارك. وبالنسبه لهنا القفوزه الاخوان ديال ثلاثه الوكالات هما الاخ عبد الكبير. شحال اخ عبد الكبير هذه الكاشخاوي؟ 100 درهم الاخوان اللهم بارك كما سمعتوا. وبالنسبه للاثمنه ديال الطيور راه قلناها لكم انتم الاخوان كما شاهدتوا البياسات راه نقيين والله يسر الامور. اللي خصو شي حاجه كما قلت لكم بياسات راه في المستوى، واللي كيعز سلعتو راه كيعز والله ماكشي اللي كاين هذا هو المعقول. وبالنسبه لهنا شي بياسات هنا عند خونا عبد الكبير اللهم بارك. قول لنا السي عبد الكبير البياسات اللي عندك هاد الهوكو هادو شنابر؟ بالنسبه للثمن ديالهم شحال واصلين؟ 100 درهم. شحال؟ 300 درهم. هانتوما الاخوان سمحوا لينا الا غلطنا في شي حاجه. وبالنسبه لهاد البياسات البيضين على الحمراء 4000 كوبلي هذيك شحال؟ 200 درهم الاخوان. انتم كما كتشوفوا اربعين وعين حمراء اللهم بارك خدامه ياك اللهم بارك. وبالنسبه عطينا التليفون ديالك السيد الكبير 06 15 98 45 00. اللي خصو شي حاجه يتواصل مرحبا داكشي اللي كاين الله يسر الامور. انا الاخوان اللهم بارك انتم كما كتشاهدوا معنا بياسات اللهم بارك باقي عند خونا عبد الكبير هنا الله. شحال دايره البياسات ديال الرينبو السي عبد الكبير؟ 80 درهم. 80 درهم. انت الاخوان السلعه راه موجوده اليوم اللهم بارك كما شاهدتوا معنا البياسات راه نقيين في المستوى والاخوان راه كما قلت لكم. وبالنسبه للسبانجل هنا 50 درهم الاخوان كما كتشوفوا بياسات نقيين كما قلت لكم. السلعه الحمد لله اليوم راه مخطره في السوق وصلنا داكشي اللي كاين. قال لي عيشه درويش ياك شنو تعاون معنا كلشي اللي بغيت تولي على الحمد لله راه بياسات نقيين والثمن راه في المتناول كما راه الاخ عاود ذكرنا راه هذيك بات لي واحد البياسه هنا اللهم بارك. هانتوما الاخوان كما كتشوفوا هذه هذه فطامه هذه هانتوما الاخوان. بالنسبه للناس اللي كتسول على الفطامه هي راه جميع الطيور ماشي غير البيروش ولا راه حتى الكنار الاخوان كيستعملوا الطيور الكنار اللي بيفطم الوليدات بكري الكالوبسيط اللهم بارك. وبالنسبه للثمن ديالها دوره راه باش تبان 75 درهم. هانتوما الاخوان كما كتشوفوا شد معنا هذا الكبير هانتوما الطريقه ديالها شتو كيف اللي بغا يفطم الطيرات راه كاين السقاف راه كانتوما الطريقه كي كتكون عندها كتجي على جهه الباب وكتخدم اللي بغا يفطم الدراري الوليدات ديالو هانتوما ولا اي بلاصه فين معلق فيها اللهم. وبالنسبه للثمن ديالها 79 درهم اللهم بارك. هانتوما الاخوان اللي خصو راه يتواصل مع خونا عبد الكبير
عاود ذكرنا بالتليفون ديالك السي عبد الكبير. الفادوز معنا على المباشر 015 190 140 00 00 الله يسعدك. الله يسعدك. مرحبا.